حي العمارة فينا نقول انه يعود تاريخه الى 8500 سنة ما قبل الميلاد، وسمي كذلك نسبة الى اول عمارة بنت بهذه المنطقة، وكانت هي الدلالة على هذه المنطقة. طبعا تقسم العمارة الى عدة احياء، منها حي او دخلات خلينا نقول السبع طوالع والكلاسة، وبين السورين بين سوري دمشق القديمة، وعنا الشطي والبدرائية وحي النوفرة وباب السلام من الجهة الغربية منه. طبعا في بيحتوي منطقة العمارة بتحتوي على أو يحتوي هذا الحي على عدة أسواق تجارية هامة يعود تاريخيا إلى المبتاعين يعني مجيء الأكثر أو أغلبية سكان سوريا إلى هذه المنطقة ليبتاعوا منها. طبعا الأسواق متنوعة وبتشتهر هذه المنطقة بالصناعات الأحذية والنسيج والخياطة، البروكار نسبة لسوق الحمدية، طبعا سوق الحمدية معروفة، في سوق تفضلي خانم يلي بيبتاعوا منه الشباب يلي والناس يلي مقبلين على الزواج. طبعا فيها الحلويات الشرقية وفيها صناعات متنوعة، يعني يلي بينزل لهالمنطقة ما له ناقصه شيء، بينزل لهون بياخذ كل حاجياته من هالمنطقة وبيرجع إلى مكانه. إضافة إلى الناس اللي أو الزوار يلي من خارج القطر يلي بيرتادوا المنطقة للمعالم الأثرية والاقتصادية والزيارات الدينية. طبعا مقام السيدة رقية عليه الصلاة والسلام موجود بهالمنطقة، الجامع الأموي، إضافة إلى المعالم الأثرية الثانية السياحية مثل المكتبة الظاهرية التي يعود بناء إلى الظاهر ببرص يلي طبعا دفن فيها وكان هو موصي أنه يندفن فيها. فيها صلاح الدين الأيوبي، مقام صلاح الدين الأيوبي، فيها عبد القادر الجزائري، منزل عبد القادر الجزائري اللي ساهم بالثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين. هذا المكان مع صغر مساحته نسبة للأحياء الثانية اللي موجودة بالشام في كتير أماكن جدا مهمة، من بيناتهم المكتبة الظاهرية، المدرسة العادلية، مقام السيدة رقية، المدرسة الجقمقية، وعلى طرف هذا الحي في الجامع الأموي طبعا وسوق الحميدية. سوق الحميدية طبعا كمان اللي بيتفرع منه باقي الأسواق مثل العصرونية والمناخلية الأسواق الثانية كلها، طبعا بالإضافة لحمام الملك الظاهر. الحمام عمره لهلأ صار 1038 سنة، تعمر ب 985 ميلادي 375 هجري، عمره أحمد بن حسن العقيقي، ظل اسمه حمام العقيقي لمدة حوالي 350 سنة. بعد 350 سنة اجى الملك السعيد ابن الملك الظاهر اشترى الحمام واشترى بيت العقيقي، هدم بيت العقيقي
وهدم جزء صغير من الحمام، تقريبا ربع او ثلث المساحه من الحمام، وعمر المكتبه الظاهريه اللي هلا اللي بنعرفها كلياتنا. فتحول اسمه من حمام العقيقي الى حمام الملك الظاهر. الحمام ضل كل هاي المئات السنين هو مستمر بعمله، وبحكم وجود جدي بهذا الحمام اللي هو رأس هاي المهنة، صار له سمعة كتير منيحة، وضلينا متوارثين هاي المهنة لهلا. كمان نحن كعائلة غير يعني، مو بس من وقت جدي، نحن صرنا حوالي 160 سنة بنشتغل بهاي المهنة، لحد ما صار جدي هو شيخ كار حمامات الشام. في بيت عبد القادر الجزائري، فيها بيوت خليط هاي المنطقة، منطقة العمارة فيها بيوت خليط من البيوت البسيطة اللي هي ما فيها أي كلفة بعمارة، للبيوت الفخمة والتقيلة واللي فيها زخم بالبناء من الأرخام والحجر والمساحة الكبيرة. ما عندي فكرة بصراحة ليش هذا التفاوت بأشكال البيوت وبمستوياتها، بس هذا اللي وعينا عليه وهيك شكل المنطقة. يعني بحكم تواجدنا من زمان كتير بهاي المهنة ومستوعبينها تماما بكل تفاصيلها، أصرينا نضل مثل ما نحن، وأصرينا نضل محافظين على كل تفاصيلها. نحن بفترة أول أزمة تقريبا أكثر من 3 سنين فاتحين عم نشتغل بخسارة. طبعا هذا الحكي استفدنا منه بعدين شوي، لأنه كان بهاي الفترة يلي هي ما فيها شغل بالمرة، والعالم منكمشة كلياتها، وما حدا عم يتحرك من مكانه، وما حدا عم يطلع لمحل، ما حدا شيء أول مرة بنعيشه بهذيك الفترة، ما كانت العالم كتير تروح لمحلات. فهذا شيء كتير أثر علينا، ضلينا نحن محافظين على كل هذا الوضع اللي يفترض يكون، يعني نحن حافظنا على شكل الشغل كأنه عنا شغل جيد جدا. بتوقيت الفتح والتسكير، بالخدمة، بالتواجد، كل شيء موجود، أي شخص بفوت على الحمام موجود المي السخنة والبخار والشباب اللي قاعدين مستعدين لكل شيء. أنا كنت سجل عندي بالبيت، كان عندي مسجلة بكر، سجل عليها أرغب في أم كلثوم والقرآن وعبد الحليم وفيروز، هالمطربين القدامى اللي يعني اتقال عاديين كانوا. بعدين الله بعت لي شريك شاركته، فتحت محل أنا وياه، شايف كيف؟ أخذنا محل تسجيلات لأهالي الشرق، بعدين تفاككت أنا وشريكي، أخذت هذا المحل لحالي أنا لنغم الشرق. هو صفى لحاله وأنا لحالي، وعم نشتغل بالكاسيتات، كنا بالطرب، أم كلثوم، فريد، عبد الحليم، عبد الوهاب، فيروز، وردة، هالمطربين التقال اللي كانوا يعني كانوا المحبوبين، أنه هدول المعروفين كانوا، ما كان في غيرهم يعني على الأداء. بعدين طلع المطربين بقاري جورج وسوف وملحم بركات، هالمطربين هدول طلعوا بعدين بعد هدول، يعني بالدكتور هدول بال85ات. يعني كان في كاسيت، الكاسيت كان كتير مرغوب بشكل يعني ما لحق بيع، كان عند مني حوالي 30-40 محل جملة كاسيت ياخذوا من عنا، شايف شلون، ويوزعوا شرايط، شايف كيف؟
وكله ياخذ من عنها الاغاني وهالطرب وهذا. بعدين نحن قلبنا هالشغله، نهينا الاغاني، رجينا على القران والاناشيد الدينيه الحمد لله. هذا هي الشغله هي من شي 15 سنه يعني، ولا قبل منها كان طرب، بس هلا قران واناشيد دينيه فقط. بعد طلع الموبايل انتهى الكاسيت وانتهى السي دي وانتهى كل شيء. هلا اليوم صفي على الفلاشه، شايف شلون؟ على السيمه. السيمه والفلاشه اليوم عم يرغبوهم يحطوهم بالسياره، بتشتغل احسن من السي دي واحسن من الكاسيت. بالاساس انا بحب المصلحه لانه كانت هوايتي. انا قلت لك بالاول، اول ما بلشت بالتسجيل عندي بالبيت كنا نجيب اللي يعني اللي كان عنده مسجلات نعطي بعضنا، هذا ما عنده غنية أعطيها، هو عندي غنية أخذها منه، يعني نتبادل مع بعضنا. بعدين فتحنا المحل سبحان الله الأخير كان. نحن هي مصلحتنا الحمد لله مصلحة وراثية قديمة، كان الوالد يشتغل فيها سنة 1942 تقريبا بلش فيها. كان يشتغل بمنطقة اسمها الكلاسة، يشتغل بالخيزران وكراسي الخيزران، كانت ما تتصنع هون، كانت تجي من برا والحمد لله بعدين صاروا يصنعوها هون. نحن بنشتغل عادة بالكراسي العربي والقش العربي والموبيليا، تأشيش الموبيليا والخيزران. والمصلحة الحمد لله مستورين فيها بفضل الله عز وجل، عم نطور فيها قدر الإمكان، بس بضل الكرسي الخيزران والمامبو والخيزران الطبيعي هو أحسن شيء بالمصلحة. هلا عم يطلع شيء نايلون شيء كذا شيء كذا، بضل الخيزران أحسن ما يمكن وله عمر طويل، إذا واحد بدير باله عليه الخيزران ولا أحسن من هيك. والمصلحة تراثية قديمة يعني نحن بنشتغلها أبنا عن جد من سنة ال 42 بلش الوالد يشتغل فيها، ونحن الأولاد وتعلمناها الحمد لله، في شيء تعلمها في شيء ما تعلمها، والحمد لله الله ما عم ينسانا من فضله وكرمه. ونحن عم نشتغل بالبيع وبالشري حاليا بالتصنيع وبالخيزران كامل، انه نطلع نطالع كرسي يكون يرضي الزبون ويرضينا. والمصلحة دائما إلى عواقب وإلى تحسينات وإلى كذا، في شيء مستورد في شيء شغل هون، عم نحاول نشتغل على الشغل اللي هون من نوع القش العربي، هذا بيقولوا له قش حلفة، بنلفه على الكراسي من نوع العربي القديم وبنشتغل الحمد لله الكراسي ولا أحسن من هيك بفضل الله عز وجل. هلا هي السلات صايرة بالعالم عم تاخذها للفولكلور، فولكلور بتاخذها من شان شو بتحطها، مثلا بتحطها تعلقها على البرندة، بتحط قلبها بصل توم كذا، أو شغلات هدايا صغيرة أو عروض بحطوا فيها السلة الصغيرة، عروض بيوزعوها مجانا لل يعني عروض بمواد عندهم منه. وفي ناس بترضى اليوم الكرسي الخيزران كتير حلو قعدته ومريحة وصحي ومتين، بس للأسف العالم اليوم أكتر هالشغلات اليوم عم تدور على الحديث على الخشب اللي بشكل عام يعني. والله هو الجيران والناس والحي القديم سبحان الله دائما له نكهة بالنسبة للي عبي يسمع الأمور ويشوف الأمور ويشوف الجيران والدنيا شلون تغيرت، بتضل ذكريات قديمة، ذكريات قديمة بين الناس اللي كانوا واللي ماتوا واللي اشتغلوا واللي طوروا واللي يعني المصالح هي كلها ترابطها مع بعضها البعض بسوريا الحمد لله، والناس كلها خير وبركة.
هلا المحل تقريبا اقدم مطعم بدمشق القديمه تقريبا بالثمانينات او قبل كمان ايام جدودنا وتوارثنا نحن جيل عن جيل وبعدنا الحمد لله قائمين نحن ب يعني باللي اشتغلوه اجدادنا وبعدنا الحمد لله متابعين على هذا الموضوع وطبعا باختلاف الاسعار واختلاف الهي بعده المحل ثابت بعده قائم من هذيك اللحظه لهي اللحظه هلا تقريبا قديم عن ايام اجدادنا يعني يحكوا لنا وابائنا بالربع ليره نص ليره وما فوق بتطور بفرق اسعار المواد يعني صار مثلا ب50 بلش صار ب60 صار ب100 هلا اليوم بالغلا اللي نحن فيه اللي صار بلدنا تقريبا ب300-350 قرص صار هلا تقريبا هلا فضل من الله هي بعدها قائمه وبعدها مستمره كونها مثل ما بيقولوا يعني اكله الدرويش اكله الغني اكله الفقير يعني بعدها قائمه وبعدها مستمره يعني وان شاء الله بنضل انها تكون مستمره اكثر ونقدر نحافظ عليها يعني كاكله الدرويش مثل ما بيقولوا بالعاميه يعني هلا هو ما اثر يعني نوعا بمعناها يعني اثر يعني شيء بسيط كوضع المعيشي للناس للعالم يعني مثلا اللي كان ياخذ مثلا ب 5000 اليوم صار ياخذ ب 2000 كان ياخذ ب 10 صار اقل يعني اما هي مستمره الحمد لله ما يعني وقفت يعني هلا هو كان يعني حي من احياء دمشق القديمه بسيط حي بي يعني بسيط بشعبه بناسه بكرمه يعني مثل ما بيقولوا حي شعبي حي الدراويش هيك يعني دمشق القديمه تقريبا كلها هيك هذا الحي كتير ظريف ولطيف وأنا بشتغل بنجارة فيه كتير بتحس حالك إنه مرتاح ومبسوط كتير ببيتك وبناسة وبأعمال القديمة والحفارين وبياعين الليمون بتحس بترجع للقديم بتلاقي حالك مسرور ومبسوط كتير كتير بحي العمارة والإيمارية وهالمنطقة كلياتها أحياء كتير محبين لبعضهم وفي عندهم ألفة ومحبة بين بعضهم أو بتلاقي بيساعدوا بعضهم الجيران وبيساعدوا أخواتهم يعني بتلاقي أمكنه الواحد مسرور جدا كتير كتير بهالمنطقة وإنه يعني من زمان إنه قاربين فيها لهلأ موجودين منجي منزورهم في عنا جار جينا لحنا ما يعني كتير حالتنا كانت سيئة يعني والله صاروا يساعدونا ويعطونا مصاري وكل ما نشوفهم يعني ما يخلونا ناقصين شيء ابدا تلاقي يعني الانسان بيحس حاله مسرور كثير بهالموقف هذا يلي يعني لحد الان هالعالم موجود فيها الخير وفيها تلاقي المحبه سبحان الله بتلاقيهم في موده ومحبه بين الناس ولهلا بنشكرهم وبنحمدهم وقاعدين كاخوه مع بعضنا البعض يعني عايشين الحمد لله من فضل الله انه مسرورين كثير وفي تعاون بيناتهم ونشاط ونقصوا الواحد شغله بيساعدوه فيها يعني والحمد لله امورنا من فضل الله ميسره وترتيب وكل شيء.